إقليم متغير، شعار الاجتماع السنوي الخامس لمنتدى غرب آسيا وشمال إفريقيا، والذي عقد برئاسة سمو الأمير الحسن بن طلال وحضور أكثر من 120 سياسيا واقتصاديا وأكاديميا من مختلف الدول العربية والأجنبية، بهدف قراءة الأحداث التي تعصف بالشعوب العربية وحكوماتها من أجل العمل على رفع وتحسين قدرة المنطقة على التعافي والبناء في أعقاب النزاعات التي تشهدها نتيجة للمطالب الشعبية بالإصلاحات الشاملة. الإشارة إلى الميثاق الاجتماعي للإقليم وضمنا الإشارة إلى إقامة صندوق عالمي للزكاة تجمع هذه الإشارة إلى المفهوم التقليدي الغيرية والخيرية والإحسان على الصعيد المؤسسي الإسلامي والتركيز من جانب آخر على تفعيل المؤسسات الدولية بمفهوم إيجاد التكامل أو الاستقلال المتكافل بين دول الإنتاج النفطي كانت في شمال إفريقيا أو في الخليج أو في آسيا الوسطى ودول آسيا، أي بمعنى آخر بناء علاقة مع الإقليم تتجاوز الأنابيب إلى الاهتمام في كرامة الإنسان. معرفة الأسباب التي دفعت بالشارع العربي للمطالبة بالإصلاحات والتي تجاوزتها إلى المطالبة في تغيير أنظمة الحكم في بعض منها أهم المحاور التي سيناقشها المشاركون في المنتدى للوقوف عندها وللخروج بنتائج تكون كفيلة أن تلبي طموحات الشعوب العربية. اتعلمنا ان احنا صوتنا يطلع، اتعلمنا ان احنا نزلنا علشان الحرية، علشان الكرامة الانسانية وعلشان العدالة الاجتماعية، ودي اهم حاجة. لكن اللي لازم برضو نتعلمه ان مع كل تغيير ومع كل ثورة وكل تطهير بتحصل ثورة مضادة، بيحصل قوة داخلية وخارجية بتحاول ان هي تبقى تدمر الثورة دي، اعداء الثورة، ودي اهم حاجة احنا لازم نلتفت لها. اعداء الثورة هيلعبوا بدورين، يا اما هيطلعوا بثورة جياع ودي اللي هتقضي على الوطن العربي تماما، يا إما هيضربوا بوحدتها أيا كانت، سواء فرق بين شيعة وسنة، سواء فرق بين مسلم ومسيحي أو الطبقات أو أي شيء إن كان. يرى المشاركون في منتدى وانا أن المسؤوليات الاقتصادية لدى الحكومات العربية التي جاءت وليدة موجة الثورات الجديدة عليها أن تنظر بتمعن لمدى تأثير القطاع الخاص والمجتمع المدني في الطبيعة الاقتصادية، وذلك للتقليل من التأثيرات السلبية على الاقتصادات العربية إذا ما توقفت المساعدات الخارجية. وأول عوامل من عوامل المرحلة الانتقالية أو الثورة هي عدم الاستقرار الاقتصادي. من الذي سيضع ماله في منطقة غير مستقرة؟ سواء كانت الدول المانحة أو رجال الأعمال المحليين أو العالميين. بالتالي الوضع الاقتصادي يعني مزدري في كثير من الدول التي تمر مرحلة عدم استقرار، لكن هذا ليس معناه أن الثورة على المدى البعيد سوف تستم يعني نتائجها سوف تنعكس على الوضع الاقتصادي. من ناحية أخرى الدول المانحة سوف تستدرك حتمية وجودها في كثير من الدول ومساعدة هذه الدول في النهوض. الانتقال من المظاهرات إلى المواطنة يتطلب حسب رأي بعض المراقبين ضرورة تطوير أساليب إعلامية اجتماعية جديدة، خاصة بعد أن أثبتت الثورات العربية أن الإعلام الاجتماعي أصبح المحرك الرئيس في الشارع العربي. واليوم الإعلام الاجتماعي علمنا درس كبير اللي هو الإعلام من المواطن، يعني المواطن نفسه ممكن يكون إعلامي، ممكن يساعد بالخبر، ممكن يساعد بنشر الخبر، مش بس هو مستهلك ولكنه عضو مهم في التواصل الإعلامي والاجتماعي. فبعتقد كتير مهم الإعلام الاجتماعي لأنه علمنا هذا الدرس، وكتير مهم بالمستقبل لأنه راح يفرجينا أكثر وأكثر الدور الفعال للشعب للمواطن العادي. إذن محاور عدة، سياسية، اقتصادية، اجتماعية، يتناولها منتدى وانا في عامه الخامس وعلى مدار يومين لوضع توصيات وتصورات للمرحلة الانتقالية والمستقبلية التي تمر بها المنطقة وسط التحركات الشعبية في مختلف الدول العربية والتي أسفرت عن تغيير جذري في السياسات العربية بشكل عام. لبرنامج دنيا الصحافة، أيمن الزامل.